السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم طلاب الأعزاء في كل مكان. معنا اليوم فصل جديد بعنوان معركة المصير. أتمنى أن نتابع مع بعضنا البعض من أجل أن نفهم جيدا. كانت هاتان المعركتان تمهيدا لمعركة كبرى يتقرر بها مصير الحرب في هذه المنطقة. إن الزاب عن بعد أميال من جيش عقبة، وإن سكان أدنة عاصمة الزاب قد علموا بزحف عقبة وسمعوا بما جرى للبربر والروم في مدينتي باغية وتازلوت، فقرروا أن يدافعوا عن مدينتهم إلى آخر جندي منهم. احتشدوا خارج أدنة في مكان اسمه وادي سهر، وكانوا يعدون بعشرات الآلاف، وقد قسموا كتائب يقود كل منهم ضابط من خيرة الضباط في الروم والبربر. إنهم يعلمون خطورة هذه المعركة، إما أن يزأروا من المسلمين ويقضوا عليهم، وإما أن تضيع المنطقة من أيديهم إلى الأبد. فكانوا يخافون من المسلمين خوفا كبيرا، لأنهم سيقضون على الملك والسيطرة التي يعيشون فيها. كان تصورهم لهذه المعركة بالغا، مما جعلهم يحشدون كل رجالهم تقريبا، ويحشدون في نفس الوقت جيشا من النساء لتشجيع الرجال على منازلة المسلمين وشد عزائمهم في هذا الوقت الرهيب. وكان عقبة في الجانب الآخر يعلم أن هذه المعركة ستحدد مستقبل جهاد المسلمين في المنطقة، فقام بتوزيع الخيول التي غنمها من معركة باغية على الراجلين من الجيش، وألقى في المجاهدين كلمة تنبض بالإيمان والعقيدة وتتألق بالعزيمة والبأس. قال للجيش المتأهب للقاء الروم والبربر عند مدينة أدنة: لقد نصر الله المسلمين ببدر، وكانوا قلة في العدد والعتاد، وهزم المشركين رغم أنهم كانوا يفوقون المسلمين عددا وعدة، كما أن الله نصر المسلمين في معركة اليرموك، وكان جيش المسلمين ضئيلا إذا قورن بجيش الأعداء. فاصبروا وصابروا ولا ترهبكم كثرة أعدائكم. إننا جئنا هذه الأرض ونحن لا نزيد على عشرات من الرجال، ثم خضنا عشرات المعارك أمام عدو يفوقنا أضعافا مضاعفة، ومع هذا كتب الله لنا النصر وأنزل الهزيمة بالأعداء، وأصبحنا بحمد الله جيشا يهز البلاط البيزنطي في القسطنطينية ويروع ما بقى من بطارقة الروم. فهذه الكلمة التي ألقاها عقبة في جيشه أراد بذلك أن يثبتهم أمام العدو، لأنه يعلم فضل وقيمة هذه المعركة والنتائج التي ستترتب عليها. هزت هذه الكلمات المشرقة مشاعر المسلمين، فجردوا أسلحتهم وانطلقوا وراء القائد الكبير صوب مدينة أدنة. كان الروم والبربر قد عسكروا على بعد أميال من المدينة منتظرين الجيش الإسلامي، وكلهم إصرار وتصميم على خوض معركة عنيفة. وبينما هم في معسكرهم إذا بهم يلمحون غبار الجيش الإسلامي يسد الأفق من بعيد، ويبصرون بريق الأسلحة يتوهج في الفضاء. فطاف بخلدهم ما جرى للروم والبربر على أيدي المسلمين، فتزعزعت ثقتهم في أنفسهم، وبدأت حماستهم تفتر شيئا فشيئا. وأدرك الضباط أن الجنود أصابهم الفزع والرعب، فراحوا يبثون فيهم الحمية ويشجعونهم على قتال المسلمين. نفهم من هذه الفقرة أن الكلام الذي ألقاه عقبة في جنوده وفي جيشه كان بالنسبة لهم تحفيزا كبيرا في لقاء العدو. فلما رآهم العدو كأن الله عز وجل ألقى الفزع في قلوبهم، فأخذوا يشجعونهم على قتال المسلمين. تسلل فريق من الضباط الروم ناحية النساء، وأمرهن أن ينادين في الجنود بالتحفز، وعلى الفور تعالت صيحات التشجيع من النساء: أن تقدموا يا جنودنا، يا رجالنا، يا حماتنا، دافعوا عن أرضكم، عن عرضكم، عن أموالكم، لا تكونوا لقمة سائغة للمسلمين. التحم الجيشان في قتال دام مرير.
وقد أظهر عقبة في هذه المعركة من البسالة والجرأة، أي من القوة والمتانة، ما خلع قلوب أعدائه من الرعب، إذ أنه كان يصول ويجول بفرسه ويمزق جند الأعداء كل ممزق، ويرسل الضربة إثر الضربة فيقسم الرؤوس والهامات. وأبدى المجاهدون المسلمون في هذا اليوم كل مهاراتهم الحربية وكل ما عرفوه من فنون القتال، حتى تقهقر الأعداء وفروا هاربين إلى مدينتهم، فأخذت تشيعهم صرخات النساء، ووراءهم خيل المسلمين وجند الله يرمونهم بالموت ويلحقون بهم الدمار. غنم عقبة وجيشه من هذه المعركة مغانم كثيرة، وأنهى مقاومة البيزنطيين تماما، واطمأن قلبه إلى أن فتح البلاد الواقعة في طريقه، حتى طنجة أصبح أمرا ميسورا. طلب إلى جيشه أن يأخذ قسطا من الراحة قبل أن يستأنف السير إلى طنجة، ولم تكن الراحة بالنسبة لعقبة إلا أداء الصلاة شكرا لله على ما منحه من نعمة الصبر. فالذي نفهمه من هذا الدرس أو من هذا الفصل أن الله عز وجل وفق المسلمين في محاربة أعدائهم وهزموهم شر هزيمة، وكان لعقبة اليد الطولة في هذا الأمر. عليكم أن تذاكروا هذا الفصل جيدا، أسأل الله لكم التوفيق، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.